احنا ولا شعب واحد يا شباب، ما في فرق لا سني ولا شيعي ولا مسيحي ولا درزي. نحن لا يمكن ان تحركنا فتنة ابدا. بس انا بحب اقول انه هذا الشخص اللي طلع بالفيديو انه هذا شخص واحد بيمثل نفسه، اكيد لا بيمثل طائفته، لا بيمثل اهل طرابلس، لا بيمثل حتى عائلته اللي طلعت قالت على التي في انه هو ما بيمثلهم. نحن ما بنقبل ابدا ابدا هذا اللي صار، نحن ما بنقبله. نحن بنحبكم، نحن من طرابلس جينا لهون بنحبكم. شبان غاضبون يرمون الحجارة، بالنسبة لهم هن الفيديو اللي شافوه أثار غضب كتير كبير عندهم، مع العلم أنه كان في حرص على التعميم بأنه اللي صور هيدا الفيديو المسيء جدا هو شخص اسمه سامر صيداوي، سافر بتاريخ 19/10/2015 على قبرص عبر البحر وانتقل إلى تركيا وبعدها إلى اليونان. سبب سفره خلاف مع بيو، هيدا المعلومات اللي توفرت لنا، وكان في حرص على أنه تتعمم ينقال أنه كان الهدف من هذا الفيديو إثارة الفتنة، ولكن رغم الحرص من كل القيادات حاولت تهدي الشارع. بالفعل القوى الأمنية موجودة كحاجز بشري بين الشباب الغاضبين المحتجين اللي نزلوا من المناطق المجاورة، احتجوا على هيدا الفيديو اللي يعتبر مسيء جدا. ومثل ما عرفنا انه في محاولات متكررة من قيادات امل وحزب الله لدعوة الشبان للعودة وتراجع، وانه من الجهة المقابلة رح تنضم لقلنا من الرينج الزميلة ريمي درباس. ريمي. نعم نيكول، نحن موجودين على جسر الرينج مثل ما عم بتشوفي من الصورة المقابلة اللي كانت عم تعطيها زميلتي هدى. كنا عم نشوف المتظاهرين المحتجين عم يطلعوا من ساحة الشهداء صعودا باتجاه جسر الرينج. إذا فيك تقولي للشاب اللي عم تحكي معه إنه صدر بيان من آل الصيداوي في الميناء عم يطلبوا من هيدا الشاب الاعتذار الفوري وإنه هيدا الشاب ما بيمثلهم أبدا. نعم نيكول.